الامتحانات كانت كويسه بصراحه، ما فيهاش حاجه وحشه، ويعني التفكير كان كويس، يعني مش تفكير عالي جدا ولا تفكير منخفض جدا، تفكير كويس. معنى اصح ان ممكن ناس كثيره تعدي من الامتحان وتنجح فيه. لا النظام ده بصراحه يعني من رايي النظام ده كويس، ان هو هيخلي بنات كثيره كانت فاكره نفسها ان هي في الثانوي تقدر وتعمل مش عارفه ايه، وان هي خلاص ممتازه وكده، فجاه تيجي في النظام ده تلاقي لا مستواها نزل مثلا، فتروح ان النظام ده تحسن مستواها عشان ده امتحان تجريبي بحيث الترم الثاني تبقى احسن. طبعا كويس، لانه احنا بنبقى مقيدين بمنهج معين، انا تجربتي يبقى عندنا معلومات نحاول نبحث وندخل على مواقع التواصل وكده، فهناخد فكره عامه يعني، هيبقى عندنا معلومات اكثر. شايفين هو كان اختيار موفق وكويس، لانه هو كان كده هيحسن مستوى التعليم وهيخلينا بتكنولوجيا اعلى، بدل ما يبقى اللي هو مستوى الحفظ اللي الطالب يحفظ والكلمتين اللي يحفظهم ينزلهم، لا بحيث ان هو لما هيفكر في الامتحان حيطلع يكون بره المنهج. هو نص جوه المنهج ونص بره المنهج، بس هو يعني هيقدر يفكر تفكير عالي بحيث ان هو يقدر يتقيد او يقدر يتعامل مع النظام الجديد ده ويبقى احسن. بس من رايي هو نظام كويس يعني. رأي لا الرأي اللي انا قلته لا ده هو بصراحه رايي انا شخصيا مش راي الطلبه، لانه لو راي الطلبه كلهم كنت مش هتلاقي ان في اعتراضات او ناس بتعترض او كده. لا هو بصراحه الامتحان يعني بالنسبه ده رايي الشخصي انا، مش دعوه راي غيري، لان راي غيري بيختلف من في راي بيختلف عن راي الثاني، فانا رايي غير رأيي الشخصي. انا مش عارفه في بنات تقول النظام ده مش كويس ويعني عايزه نظام جديد، بس انا بالنسبه لي النظام ده كويس جدا، نظام حلو جدا يعني، وفي في معلومات كتير احنا هنجيبها من بره، خصوصا لما ناخد التابلت يعني هيبقى عندنا فكره ان احنا ندخل على مواقع التواصل نجيب معلومات، فمش هنتقيد بحاجه معينه يعني، على عكس النظام القديم احنا بيبقى عندنا منهج معين نقعد ندحي في السنه كلها، وفي الاخر يعني كلمتين نحطهم في الامتحان، لكن ده احسن بصراحه، احسن خالص كمان. الحمد لله احنا عملنا اللي علينا النهارده، وان شاء الله يعني من الجاية تبقى احلى من الاول يعني.